بصمات، قفزات، صناعات جبارة في عالم الاقتصاد والصناعة. هكذا هي الإمارات في إصنع في الإمارات، سوق مفتوح يستوعب جميع الاحتياجات المستقبلية ويتسع الجميع. الاستراتيجية تهدف لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد أبوظبي، وكذلك تسهم في زيادة مضاعفة عدد الوظائف ذات الجودة في القطاع الصناعي، كذلك زيادة الصادرات بنسبة 143% من خلال عام 2031. هذه الاستراتيجية لها عدة محاور أساسية، من ضمنها دعم المواهب الإماراتية في المجال الصناعي، كذلك تطبيق الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك دعم المصانع في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات. منتجات محلية وتحفيز وجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والشركات الرقمية. استراتيجيتنا للصناعة وهي النقلة النوعية التي تشهدها حاليا الإمارة في تحويل الصناعات التقليدية إلى صناعات متقدمة، وهذه طبعا توجيهات الدولة بشكل عام، منها مشروع 300 مليار درهم الذي يشجع المصانع على الدخول في قطاعات صناعية حديثة مثل الروبوتات، مثل صناعة الدرونز. التحول إلى مركز عالمي للأعمال واتفاقيات دولية توسع آفاق الشراكات والتجارة، جوانب عدة لمسناها في منتدى إصنع في الإمارات. راح نصنع في رأس الخيمة اليخوت الإلكتريك، يخوت كهربائية، يخوت باور، يخوت شراعية. بعد سنة بإذن الله راح يكون أول يخت نصنعه هون بالطاق made in the Emirates. أبو ظبي وجهة مميزة تعزز تنافسية الإمارات بما تحتضنه من تجارب وامتيازات، وختام تحققت أهدافه للمنتدى. شركات تسابقت في إظهار إمكاناتها وإبداعاتها، ومنتجات صديقة للبيئة توافق رؤى الإمارات التنموية. طريق بارز عنوانه وامتداده استثمار آمن ومستدام وسريع النمو. من مركز أبوظبي للطاقة لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان.